ده بيبو نجم النادي الأهلي السابق، فبالتالي في بعض الاختبارات المتواجدة للنادي الأهلي في أسيوط وفي سوهاج وأيضا في أسوان. خلينا نروح بسرعة للكابتن تامر حفني المدير الفني لقطاع مدرسة الكرة. يا كابتن تامر، مساء الفل عليك. مساء النور، وكل سنة وحضرتك طيب، والشعب المصري كله خير، عيد مبارك عليكم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. عايزين نتكلم عن الاختبارات. حضرتك دلوقتي متواجد في اسيوط، عايزين نعرف اخبار الاختبارات عندك ايه، المعايير اللي على اساسها بتختاروا بعض العناصر اللي ممكن تفيد النادي الاهلي في المراحل المقبله يا كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم. هو اولا احنا طبعا اول مره الاختبارات تبقى في الاكاديميات النادي الاهلي، اي مكان فيه الاكاديميه بتاعت النادي الاهلي فيه تواجد زي اسيوط واسوان وسوهاج. يمكن دي اول سنه، يمكن دي هتعمل رواج كويس للاكاديميه وعملوا انتشار كويس الحمد لله، ويمكن عندنا اعداد كويسه جت النهارده وفي لعيبه كويسه شفنا اولاد النهارده مميزين. يمكن احنا بنبص للمنظور ان الاولاد بنعمل تقييم شامل للولد مقارنه بالفرق اللي عندنا، فاحنا بالنسبه لنا برده مش عايزين نتعب الاولاد، لان دي حضرتك عارف ان المسافه طويله جدا. تمام. بنحاول نعمل مقارنه، بنعمل كل حاجه هنا على اساس الولد اللي يجي يقدر يجي النادي الاهلي ويعمل معايشه في النادي الاهلي ويبقى قريب من اللي عندنا في النادي الاهلي. تمام. ويمكن دي فرق معانا كتير جدا حتى في الاعمار السنيه الصغيره، ويمكن فرق معانا كتير جدا، والفكر اللي احنا ماشيين بيه كفاءة البراعم الحمد لله في تطور، وان شاء الله السنه دي هتلاقي حاجه كويسه باذن الله في الاختبارات موجوده في قطاع الناشئين. الجانب البدني اهم ولا الجانب الفني يا كابتن تامر في اطار اختياركم للاعبين اللي ممكن ينضموا لقطاع الناشئين الفتره الجايه؟ هل بتركزوا على الناحيه الفنيه اكتر ولا الناحيه البدنيه ولا الاثنين مع بعض؟ لا اكيد طبعا، اكيد طبعا الناحيه الفنيه طبعا اهم البدنيه، ان طبعا حضرتك عارف انت بتدور على المهاره، الجزء البدني بيتواجد سهل جدا تجيب الجزء البدني، لكن انت بتدور على الجزء المهاري، هو ده اللي بيفرق معاك كتير جدا، وده يمكن المعايير اللي احنا بنشوفها واللي احنا بنبص عليها بنهتم بيها في الولاد بالذات السن الصغير. طيب الفترات او المراحل الخاصه بالاختبارات في اسيوط بالتحديد، هل بيبقى فيه اكتر من اختبار ولا هو اختبار واحد بيكفي لاختيار العناصر اللي تنضم للقطاع الفتره الجايه؟ لا احنا بالنسبه لنا بنعمل اختبار اول واختبار الثاني. الاختبار الثاني هو بيبقى تصفيات بالنسبه زي ما قلت لحضرتك، ده مقارنه هي بالنسبه لنا. طبعا. عشان الولد اللي هيجي من المشوار ده يبقى فعلا يستحق ان هو يجي المشوار ده، وفعلا يستحق ان هو يبقى متواجد على الاقل فتره في فتره معايشه مع النادي الاهلي، وان شاء الله يبقى ليه تواجد، وان شاء الله نجيب لعيبه كويسه ونحط السعيد باذن الله. اخترتوا كم لعيب لحد دلوقتي؟ احنا يمكن في التصفيات الاولى يمكن اخترنا حوالي 25 لعيب. تمام. في عدد معين انتوا بتهدفوا ليه من اللعيبه اللي تضمهم للنادي ولا على حسب الموهبه وعلى حسب رؤيتكم خلال الاختبارات؟ لا لا ما فيش عدد معين، احنا بنتكلم على اللي يستحق اللي هو ينجح بالنجاح حتى لو عدد كتير وبيقعد معانا فتره طويله لغايه فتره المقارنه، واللي بيبقى ليه نصيب بيكمل الحمد لله. احنا بالنسبه لنا الموضوع مش بالعدد يعني. بالتوفيق ان شاء الله يا كابتن تامر، بشكرك شكرا جزيلا. كان معانا الكابتن تامر حفني المدير